اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخليه واللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه واللواء محمد شوشه محافظ شمال سيناء واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني ولواء اركان حرب احمد خليفه رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه واللواء محمد رشوان، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء حسن عبد الشافي، المستشار برئاسة الجمهورية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء. وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها ليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة. كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد، والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء، وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها، لإقامة تجمعات تنموية متطورة. كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية. فضلا عن الاجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الارهاب والعناصر التكفيريه لاعاده الامن والاستقرار بالمنطقه. كما اطلع السيد الرئيس ايضا على الرؤيه الاستثماريه المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنمويه بمحافظه شمال سيناء بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وانشاء مرافق سياحيه وترفيهيه. وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القوميه التي تستهدف تطوير البنيه التحتيه وانشاء المدن الجديده في مختلف المحافظات على مستوى الجمهوريه بما في ذلك انشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعيه في سيناء لا سيما التصنيع الغذائي القائم على الانتاج الزراعي الى جانب تطوير المطارات والمواني واستكمال الانشاءات والمرافق بها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئه الهندسيه لتصميمات الطرق. الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على مستجدات تطوير منطقه المقطم خاصه ما يتعلق بالجهود القائمه لحصر قطع الاراضي الفضاء لحسن استغلالها، الى جانب انشاء مجمع اسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش ورفع كفاءه المرافق وشبكه الصرف الصحي، كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئه الهندسيه لتطوير شمال سيناء خاصه مطار العريش. والموقف التنفيذي لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات. تم كذلك استعراض الموقف الانشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الحي الدبلوماسي الذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر. حيث وجه السيد الرئيس بزياده عدد المستشفيات بالعاصمه الاداريه الجديده بالاضافه الى الاسراء في الخطوات التنفيذيه الخاصه بانشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الاحياء الاخرى بالعاصمه الاداريه الاجتماع شهد ايضا عرض مستجدات تطوير منظومه شبكه الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهوريه خاصة محور السادس والعشرين من يوليو ومنطقة سفنكس المحيطة وكبري تحيا مصر ومحور المستشار عبد المجيد محمود إلى جانب كل من محور الضبعة والطريق الساحلي الدولي بقطاعاته المختلفة كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القوميه المنتشره على كافه رقعه الجمهوريه